بنسبه 99% مش هتخرج عن كده. وقلنا مميزات الاستاذ ده، بيخطف بياخد بياخدك 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 وبعدين بيقوم خاطف واحده على طول، يعني بخطوه واحده وسابقك بخطوه واحده بس. فتركيز سعد سمير وكلوبالي على الاستاذ ده في تحركاته مش على الكوره بس، يعني مش على الكوره بس، يعني دايما يقول لك ايه ركز على الكوره بس، مهم جدا ان انت تركز على الكوره بس، لكن ده بيفضل يعني يسحبك 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 وانت باصص على الكوره، وياخد في عمق او ياخد في ظهرك بشكل كويس، فعينك تبقى على الكوره وعينك تبقى برده على طه ياسين الخنيسي. انيس البدري، ان شاء الله الرحمن، ايمن اشرف يتعامل معاه بشكل كويس، هو اخطر واحد فيهم واخطر واحد في البطوله الافريقيه. يعني موجود انيس البدري بارقامه وعامل زي ما قلت لكم، عامل 6-9 اسيست وجايب 4 اهداف، يعني وهم اصلا جايبين 15 جول، يعني واحد مشارك في اكتر من 80 او 85% من الاهداف اللي دخلت مرماهم. يعني ان شاء الله الرحمن نتعامل مع اللقاء بشكل كويس جدا، احنا بنشرح بس الترجي هيلعب ازاي ووقفته عامله ازاي و